كرة كورة مثوفي عمان، كرة كورة مثوفي عمان، اهتف اهتف لا تتدمر، اهتف اهتف يا ابو حسين. الروح الدم يبقيك يا ابو حسين، وبدنا نحكي على المكشوف، بدنا نحكي على المكشوف، والاحزاب ما بدنا نشوف، والاحزاب ما بدنا نشوف، بدنا نحكي على المكشوف، بدنا نحكي على المكشوف. الإصلاح مصلحة أردنية وضرورة حياتية. الفساد والاستبداد أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من مديونية غير مسبوقة ومن عجز يهدد مستقبلنا ومن فوضى اجتماعية نلمسها الآن في جامعاتنا وفي تجمعاتنا، ولذلك لا سبيل لتجاوز هذه الحالة إلا بإصلاح حقيقي. الإصلاح الحقيقي يكمن بتفعيل النصوص الدستورية وتعديل المواد الدستورية التي تجعل الشعب مصدرا للسلطات، والتي تفرز مجلسا نيابيا يعبر بحق عن مبادئ الشعب الأردني وعن مصالح الشعب الأردني، وإيجاد حكومة وطنية أردنية بناء على مبدأ تداول السلطة تضع الأمور في نصابها وتستعيد ثروات البلد المنهوبة وتصنع أردن الغد الذي يتطلع إليه كل المخلصين في هذا الوقت. لكن والله ما تضم لكم ولا راح تضم لكم باذن الله. والله الشعب الاردني لا يعرفكم، والله لا يعرفكم الشعب الاردني يا كذبه يا خونه. الى مزبله التاريخ انتم ذاهبون، والله التاريخ يعرفكم، انتم لم تمع الاصلاح.